مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج منشئة الصحافة التي نسلط الضوء فيها على أبرز ما طبعته الصحف المحلية والعربية والعالمية. يرافقنا في هذه الحلقة المحلل السياسي فهد المسعود ورسام الكاريكاتير الأستاذ محمد ثلاب. أرحب بكم ضيفي الكريمين. أما الآن مشاهدينا نبقى مع أبرز العناوين المحلية بعد هذا الفاصل. هيمن التوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء للقياديين على اهتمامات صحف الاثنين والبداية من غلاف صحيفة الأنباء التي عنونت بالعريض سمو رئيس الوزراء خاطب القياديين سأحملكم المسؤولية وأرجو منكم أن تعينوني في هذه المسألة وسأكون ضدكم إذا لم أجد أي خطوات إيجابية ضد الفساد. المبارك لن أسمح بالفساد في الجهات الحكومية. تحت هذا العنوان تكتب الأنباء. شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على أنه لن يسمح بأن يكون هناك فساد في الجهات الحكومية وأنه سوف يحمل قيادي تلك الجهات المسؤولية في حال وجود فساد. جاء ذلك في مداخلة لسموه في الملتقى الحكومي الأول تحت عنوان تعزيز النزاهة الذي أقيم أمس في قصر السيف تحت رعايته وبحضور الوزراء وقيادي الجهات الحكومية. وخاطب المبارك القياديين المتواجدين في الملتقى قائلا أنا لن أسمح بأن يكون هناك فساد في أجهزتنا وسأحملكم المسؤولية وأرجو منكم أن تعينوني في هذه المسألة تكتب صحيفة الأنباء. أستاذ فهد نبدأ معك بهذا الخبر. نعم. إذن توجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لمحاربة الفساد، كيف ترى هذه التوجيهات وإذا ما تحدثنا عن توقيتها السياسي؟ نعم، أولا دعنا نقول بأن هناك توجه يعني سياسة عامة في الكويت بمكافحة الفساد، ودعنا هذا الكلام بأن هناك تم تأسيس يعني هيئة عامة حكومية تسمى هيئة مكافحة الفساد قبل 4 سنوات تقريبا. ولكن المشكلة هنا ان التقدم الكويت في هذا الملف لم يعني يطرأ على اي شيء، يعني بمعنى ان في المؤشر مدركات الفساد لا زال هذا المؤشر يعني ضعيف جدا، وبالتالي التقارير العالمية تدل ان الكويت لا زالت في تراجع في هذا الملف. لذلك يعني تزامن هذا الشيء مع الملتقى الحكومي الاول وتعزيز النزاهة ومداخلة سمو رئيس الوزراء بكلمة حازمة مشددة يعني مقتضبة شوية قليلا بتوجيهات إلى القياديين وعلى رأس الوزراء بأن بضرورة مكافحة الفساد في مواقع عملكم وأنتم أعلم بمواقع الفساد في أماكن عملكم، ولن أسمح لكم ولن أعذركم بعد اليوم بمزيد من الفساد، بل بالعكس نريد الآن مؤشرات وأرقام تدل على بالفعل بدأت في مكافحة هذا الفساد. نعم. ومن لم يستطع منكم مكافحة ومواجهة هذا الفساد فليتقدم بالاعتذار ويتنحى عن الموقع اللي هو فيه. وبالتالي يعني هذه الكلمات وهذه التوجيهات تدل على بالفعل هناك حزم الآن، لا عذر لأي قيادي بعد اليوم في ملف هذا الفساد. كذلك من قراءتنا لهذه الرسالة تزامنت مع قروب افتتاح دور العقاد المسلمة الفصل التشريعي 15 دور العقاد الثالث. نعم. وهي كذلك رسالة موجهة إلى السلطة التشريعية بأن بالفعل الحكومة جادة في هذا الملف، بالرغم من هناك تلميحات لبعض النواب باستجواب بعض الوزراء على قرار هذه الملفات التي يعني تشمل الفساد، فبالتالي هي رساله كذلك موجهه سياسيه الى 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 السلطه التشريعيه بان بالفعل الحكومه بعد هذا اليوم لن تسمح بالتمادي في هذا الملف. نعم، ايضا صحيفه القبس تناولت هذا الموضوع، وضعنا قوانين مكافحته ولا يزال موجودا، والمبارك لن اسمح بفساد في الجهات الحكوميه. تحت هذا العنوان تنقل القبس عن سمو رئيس مجلس الوزراء قوله مخاطبا القياديين ساكون لكم عونا في مكافحة الفساد وسأكون أيضا ضدكم إذا لم أجد أي خطوات إيجابية ضد الفساد. فيما يتعلق أيضا يعني في الرسالة القوية التي وجهها الشيخ جابر المبارك، يعني لن أسمح لكم بالفساد في الجهات الحكومية وسأكون ضدكم في حال كان هناك أي يعني أي مخالفة أو هناك فساد، وسأكون عونا لكم في مكافحة الفساد. يعني هي رسالة قوية. إذا ما تحدثنا عن التحديد
التحديات اليوم التي تواجه الحكومة في هذا الملف؟ نعم، التحديات كثيرة والملف شائك. الملف فيه كثير من يعني الأمور المتشعبة، لأن الفساد المستشري ليس يعني وليد يوم أو ليلة أو أسبوع أو شهر أو حتى سنة، إنما سنوات عديدة، وبالتالي القضاء عليه، أو لا نقول لا نستطيع القضاء، لكن نقول الحد منه حتى نصل إلى مؤشرات مطمئنة دوليا، ما يقال يعني بالقراءات الدولية المتعارف عليها بأن بالفعل دولة الكويت الآن يعني تتماشى مع المؤشر ومطمئنة، لا بد أن العمل يكون يعني دؤوب وعمل شاق وجاد في القضاء عليه من 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 تطبيق القوانين المغلظة، وكذلك عدم السماح لأي تجاوز القانون، كذلك تغليظ العقوبات وتطبيق على من بالفعل تثبت عليه يعني تجاوزات هذه في ملفات الفساد، سواء كان إداري أو مالي أو غيرها من أنواع الفساد، التحويل إلى النيابة بالتحقيق، وكذا تقديمه للمحاكم، وكذلك تطهير هذه الأماكن، وبالتالي استبدالها بآليات جديدة. كل هذه الآليات، كل هذه يعني الخطوات بالفعل تحتاج وقت وجهد كبير وشاق في مكافحة هذا الملف الشائك. نعم، الخبر أيضا في صحيفة الرأي جابر المبارك: لن أسمح باستمرار الفساد وليطلب الإعفاء من لا يستطيع محاربته. دعا القياديين إلى تنظيف الأجهزة من الآفات والإغراءات التي تغري الفاسد بألا يهتم بالعقوبات. والصحيفة تلفت أن اللقاء بحث الجهود الحكومية في إطار مكافحة الفساد والإحالات التي جرت في هذا الخصوص إلى النيابة في الفترة الأخيرة، كما تقدم كل وزير بما حققه من إنجاز في وزارته فيما يخص مكافحة الفساد. ننتقل إلى صحيفة الكويتية وفيها الجبري: الكويت الآن مشروع رائد لتطوير الإعلام المرئي. تحت هذا العنوان تكتب الصحيفة: أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أن مشروع كاميرات البث المباشر الكويت الآن مشروع رائد، يأتي ضمن خطة وزارة الإعلام وتلفزيون دولة الكويت نحو التطوير وتلبية اهتمامات المتابعين بكل فئاتهم، وله دور بارز في دعم خطة التنمية إعلامية لرؤية كويت جديدة، استرشادا بالتوجيهات السامية للقيادة السياسية في تهيئة الظروف وتوفير الإمكانات التي تصب في دوام نهضة بلادنا العزيزة وتعبر عن موقعها الريادي. جاء ذلك خلال حفل توقيع عقد مشروع كاميرات البث المباشر الكويت الآن، تلفت صحيفة الكويتية. إذا ما تحدثنا عن أهمية هذا المشروع، مشروع كاميرات البث المباشر، من وجهة نظرك؟ لا شك، أولا يعني نتقدم الشكر الجزيل لمعالي وزير الإعلام ووزير الشباب وتحديدا قطاع التلفزيون على هذه الخطوة المهمة والخطوة التي تواكب التطوير والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة في إبراز معالم الكويت. نعم. يعني نتكلم عالميا، لأن البث هذا المباشر يعتبر عالميا حق العالم كله، وبالتالي هي نوع من ترويج للحضارة الكويتية، للثقافة الكويتية، للسياحة الكويتية، للمعالم، أهم معالم الكويتية، سواء المراكز المالية التجارية، كل هذه يعني تنصب في صالح الكويت من خلال هذا البرنامج الرائد الحيوي، وما هو بغريب على تلفزيون الكويت في مثل مواكبة هذه التطورات الحديثة. فبالتالي لا شك هذا يعني إضافة وقيمة عالية لتلفزيون الكويت وبالتالي لدولة الكويت. نعم، ننتقل الآن مشاهدينا إلى الصحف العربية والعالمية بعد هذا الفاصل. إذا لم تطرأ أي مفاجأة غير متوقعة، يمكن القول أن التشكيلة الحكومية ستولد خلال 24 إلى 48 ساعة، وذلك قبل الذكرى السنوية الثانية لانتخاب الرئيس ميشيل عون. ومرد الحذر تكتب القدس في صحيفة القدس العربي: هو التجارب السابقة بعد تحديد مواعيد عديدة لولادة الحكومة من دون أن تبصر النور، والعقدة الوحيدة أو العقدتان المتبقيتان تتمثلان بمعرفة الحقيبة البديلة التي ستعطى للقوات اللبنانية بدلا من حقيبة العدل التي احتفظ بها رئيس الجمهورية. فيما يتعلق بهذا الخبر أستاذ فهد، يعني هي الحكومة العديدة الثالثة للرئيس الحريري، هل ستنجح خلال 48 ساعة كما تحدث الخبر؟ دعنا قبل أن نجيب على هذا السؤال، يعني نرى بأن مشكلة الحكومة اللبنانية دائما هي بالتيارات الكثيرة،
والتيارات السياسية والأحزاب المشاركة في هذه الحكومة. فبالتالي الرئيس الحريري يجد أحيانا مشقة وصعوبة في التوليفة أو في التوافق بين تلك التيارات، وكل تيار يريد أن يقتطع من هذا الكيكة اللي في الحكومة بحسب قوته وبحسب مكانته في العمل السياسي اللبناني. وبالتالي هناك كثير من التيارات لا ترضى بأي حقيبة وزارية. نعم هناك حقائب تكون أهميتها أعلى من الحقائب الأخرى، ولكن بالتالي هي حكومة متكاملة. لذلك يعني من هذا المنطلق أنا أرى يعني هناك بالفعل في صعوبة في التوافق، وفي يعني آخرها تيار القوات اللبنانية الآن اللي هو يعني عدم إرضاء على يعني تكلفه بحقيبه وزاره العمل. فبالتالي بدل العدل او العدل عفوا. فبالتالي هذه المعطيات كلها تشير ان بالفعل هناك صعوبه عند الرئيس الحريري بتشكيل حكومه، وقد يكون لربما كل شيء جايز، ربما يتأجل التشكيل الى ما بعد ذلك حتى يرى التوافق بين تلك التيارات ورضاها في المشاركه وانجاح الحكومه، لانه هو يهمه فبالتالي ان هناك التوافق ونجاح الحكومه من توافق التيارات كلها والمشاركه الايجابيه في حكومته. نعم، يعني حزب الله فيما يتعلق بهذا الموضوع يصر على الاسراع في تشكيل الحكومه الان، ما السبب من وجهه نظرك؟ وهو خاصه هناك كثير من الصحف تحدثت عن انها تريد يعني تشكيل الحكومه بهذه السرعه قبل العقوبات التي ستفرض. نعم. العقوبات الامريكيه التي ستفرض عليها في 5 من نوفمبر القادم. صحيح، هذا السبب، سبب ان الاسراع في التشكيل حتى قبل يعني اصدار عقوبات من واشنطن على حزب الله، بانه حزب طبعا محظور للتعامل معه دوليا، فبالتالي يريد ان يحصن نفسه في مثل هذه الحكومه حتى يعني ينفذ من هذه العقوبات تتمثل في وزاره العدل ووزاره الصحه. ايوه، وزاره الصحه والعدل، لكن في وزاره الصحه في بعض التحفظات، لكن احتمال مع الضغوط تسند لهم. نعم. في خبر آخر، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل قامت بحملة عسكرية عدوانية في جميع أنحاء سوريا ضد جماعات الميليشيا المدعومة من إيران، وهو جهد شجعه البيت الأبيض، لكنه أثار قلق العديد من المسؤولين العسكريين الأمريكيين. وترى الصحيفة أنه في الوقت الذي صفق فيه البيت الأبيض بحزم إسرائيل ضد إيران داخل سوريا، يقول المسؤولون العسكريون أنهم يخشون من أن ذلك قد يأتي بنتائج عكسية إذا كان اعتقاد إيران بأن الولايات المتحدة تقف وراء العديد من الهجمات، مما يدفع الجماعات المدعومة من إيران إلى مهاجمة القوات الأمريكية في سوريا أو في العراق. ترامب يشحن الناخبين الجمهوريين في الانتخابات النصفية، وترى صحيفة لموند أن دونالد ترامب لا يحب أن يخسر، ويعتقد أنه يستطيع أن يكرر خلال انتخابات التجديد النصفي في 6 نوفمبر مفاجأة عام 2016، حيث قام بحملة نشطة حتى اليوم الأخير وخطف من الديمقراطيين الولايات الثلاث ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن. ولذلك يعتزم رئيس الولايات المتحدة تحويل الأسبوع المؤدي إلى الاقتراع إلى ماراثون حقيقي من 8 اجتماعات ستبدأ في فلوريدا بعد غد الأربعاء. فيما يتعلق بهذا الخبر، هل سيستطيع دونالد ترامب أن يربح المعركة كما ربحها في البيت الأبيض في عام 2016 كما تحدث الخبر؟ ترامب يواجه صعوبة في هذه الانتخابات المنتصف اللي هي ميدتيرم يسمونها، لأن هي مفصلية بالنسبة له، وتعطي مؤشرات أولية عن انتخابات 2020 الرئاسية للبيت الأبيض مرة أخرى. فبالتالي هو يعني يراهن على هذه الانتخابات القادمة الأسبوع القادم في 6 نوفمبر بأن يعني ينجح الحزب الجمهوري بالفوز بأغلبية المقاعد في مجلس النواب وكذلك مجلس الشيوخ الأمريكي. ولكن الصعوبة اللي يواجهها هو من بداية يعني تسلم الرئاسة في البيت الأبيض إلى اليوم، هناك كثير من الانتقادات بالنسبة لسياسته، وكثير من التصريحات اللي يقولها خاصة في التويترات ويتراجع عنها بعدين، يعني لما يجد أن هناك بالفعل انتقادات عليه يتراجع عليها. فبالتالي لا يوجد هناك استقرار فكري سياسي بالنسبة لترامب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى كذلك داخل حزب الجمهوري هناك عدم رضا من بعض البارزين في الحزب بسياسة ترامب، وبالتالي راح يواجه كذلك صعوبة في من داخل الحزب نفسه. كذلك
هناك من يقول الصناديق المشبوهة التي وزعت على الديمقراطيين الأسبوع الماضي، حادثة مقتل 11 شخص داخل المعبد اليهودي أمس، هذه كلها معطيات يعني قد تنزل من أسهم ترامب في الانتخابات المنتصف القادمة. لذلك أنا أرى يعني صعوبة انه يحقق ما يريد في الانتخابات القادمه بحسب المؤشرات والمعطيات اللي انا اراها، فبالتالي ما اعتقد راح يكرر سيناريو اللي هو 2016. نعم، وبالتالي الجمهوريين راح سيكتسحون المقاعد. فبالتالي يعني عندما نتحدث عن هذا الموضوع، يعني هل الجمهوريون سيكون لهم الحظ الاوفر ام الديمقراطيون؟ الديمقراطيين هم الحظ الاوفر اتوقع في الانتخابات القادمه. نعم، نظرا مثل ما وفقا يعني التزامن موضوع الارهاب الداخلي والعنف وحوادث العنف ربما تؤثر كثيرا في المجتمع الامريكي، بالرغم انه قاعد يقوم بجهد الان وزيارات مكوكيه في كثير من الولايات وخاصه اللي فيها ضبابيه بالنسبه له. لكن يعني كما تحدث الخبر بان يعني دونالد ترامب في اليوم الأخير من الانتخابات لعام 2016 خطف من الديمقراطيين ثلاث ولايات تعتبر هي ولايات أساسية في الولايات المتحدة. لكن الانتخابات الرئاسية كانت تجربة أولى له، لكن الآن جرب الآن وعرف عن قرب في كثير من السياسات الداخلية، وبالتالي أنا أعتقد في صعوبة، أنه يحقق ما يريد في كما كان في السابق. نعم. خبر آخر تحت عنوان هل تخسر تقارير المراسلين الحربيين معركة الدعاية؟ نشرت صحيفة الاندبندنت مقالا مطولا قالت فيه أنه من السهل القيام بتقارير الحرب ولكن من الصعب القيام بها جيدا، ولا أحد من المشاركين في نزاع مسلح لديه حافز ليقول الحقيقة كاملة. هذا هو الحال في جميع أشكال الصحافة، لكن في وقت النزاع العسكري تصل جهود الدعاية إلى ذروتها وتساعدها فوضى الحرب التي تعيق أي شخص يبحث عن الحقيقة حول ما يحدث حقا. يوم السبت قتل مطلق النار ما لا يقل عن 11 شخصا في كنيسة شجرة الحياة في بيتسبرغ، وهو الهجوم الأكثر دموية معادية للسامية في التاريخ الأمريكي. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عمل شرير من القتل الجماعي، وتعلق صحيفة فورين بوليسي بالقول أن بعض المراقبين وصفوا الهجوم بأنه عمل إرهابي، بينما آخرون ابتعدوا عن استخدام هذا المصطلح، لكن ربما سيكون من الصواب استخدامها. وحسب الصحيفة فإن الناس يميلون إلى استخدام تسمية الإرهاب لتشويه خصومهم مع تجنبها للمجموعات التي يرون أنها ليست خصما. فيما يتعلق بهذا الخبر، يعني كثير من الصحف تبتعد عن تسمية هذا العمل بالعمل الإرهابي، هل لأنه مواطن أمريكي؟ نعم، مثل ما تفضلت الصحيفة ان تسميتها احيانا تكون حسب الخصومات اللي امامك. إذا كان خصم تقول إرهاب، إذا مو خصم تقول لا هذا يمكن قد يكون جريمة قتل أو يعني جريمة عنيفة قد تقتل، وهذا الكلام صحيح يعني استخدام بعض الألفاظ لأغراض معينة، لكن احنا يجب أن تكون التسمية مسمياتها، يعني هل هو هذا إرهاب بالفعل أم هو جريمة قتل؟ وبالتالي المعطيات، لأن هذا أمريكي طبعا لحد الآن المعطيات تقول أنه هو عمل فردي، لا 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 يقف وراه جماعة مثلا مسلحة أو جماعة إرهابية أو متطرفة، لكنه هو عمل فردي لحد الآن، حتى يعني حتى هذه الساعة من التحقيقات أنه عمل فردي، وبالتالي لا يصف بالعمل الإرهابي، هو عمل إجرامي يعني قد يكون مع سبق الإصرار وهناك يعني عزم على القيام بهذا العمل أو هذه الجريمة التي ترتكبها، لكن تظل أنها عمل يعني جريمة تعتبر ليس إرهاب، بالتالي لا يصنف كإرهاب. لا أميل أن نقول الحق ولو كان أنفسنا، يعني أن إذا كان بالفعل إرهاب نقول إرهاب، إذا كان هو جريمة قتل نقول جريمة قتل، فنكون منصفين ومحقين وعندنا مصداقية في الكلام، خصوصا إذا كنا احنا إعلاميين أو كنا احنا يعني كتاب صحف أو غيرها من يعني. عموما الرئيس الأمريكي يعني وفي كل الحوادث التي حدثت على نمط هذا الحادث، يعني ابتعد عن تسمية هذه الحوادث بأنها إرهابية، وخاصة إذا كانوا المنفذين هم من اليمين المتطرف أو كانوا حتى من البشرة البيضاء. في صحيفة الجارديان أفادت بأن شخصا واحدا قتل وأصيب آخران بعد أن فتح الحراس الشخصيون لأرجوانا الوزيرة بالحكومة السريلانكية النار على حشد وسط أزمة دستورية عميقة في الدولة. ويعد هذا الحادث أول اندلاع للعنف منذ أن صدم رئيس جمهورية البلاد ليلة الجمعة بإعلانه عزل الرئيس الوزراء الذي كان يتفق معه رانا تونغا.
نقرأ في صحيفة الشرق الأوسط عن قيام الملياردير الهندي سافجي دهولايكا بتوزيع 600 سيارة على موظفيه بشركة تجارة الماس تابعة له كهدية غير متوقعة منه بالتزامن مع اقتراب مهرجان هندوسي يحتفل به الهنود. وألقى سافجي كلمة للموظفين بعد أن جمعهم، قام خلالها بتقديم 600 مفتاح لسيارات مكافأة لبعض الحضور، كما حصل نحو 1000 موظف آخرين على هدايا في شكل ودائع نقدية وشقق، وضمن مراسم كبيرة أقيمت في الهواء الطلق بولاية غوجارت. ننتقل الآن مشاهدينا إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم نقرأه من صحيفة الدستور الأردنية تحت عنوان الخروج من عباءة أوسلو، كتبه رشيد الحسن، وأكد فيه أن التحدي الكبير والأهم أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يلتئم في رام الله تحت حراب الاحتلال الصهيوني هو الخروج من تحت عباءة أوسلو. وبكلام أكثر دقة، فإن المطلوب من المجلس المركزي في هذه الدورة الهامة جدا هو التمسك بأهداف ومبادئ وميثاق منظمة التحرير والخروج من كمائن السلطة، وهو ما يعني تمزيق اتفاقية أوسلو التي مزقت الوطن ومزقت القضية وعمقت شرخ الانقسام، وانتهزها العدو لرفع وتيرة الاستيطان. وإن المطلوب من المركزي هو إعلان جريء من برلمان الشعب الفلسطيني ليثبت بحقه أن يمثل الشعب الفلسطيني ويعمل على تحقيق طموحاته وأماله في التحرير والعودة، وذلك بتمزيق الاعتراف بدولة العدو المقامة على 87% من أرض فلسطين التاريخية وسحب الاعتراف بكل ملحقات هذه الاتفاقية الكارثية. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. نعود مرة أخرى مشاهدينا إلى رسام الكاريكاتير الأستاذ محمد ثلاب للتعليق على كاريكاتير اليوم، ولك التعليق أستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكاريكاتير اليوم يتكلم عن مذاكرة الطلبة والطالبات، ومثل ما نشوف أن الآن بداية الامتحانات وبداية المذاكرة عند الطلبة، فدائما يعني نحث ونحرص أن الطلبة أن يبتعدون عن الأمور اللي تشغلهم عن المذاكرة وعن دراستهم. فسويت الكاريكاتير أن أكثر شيء دائما هو اللي يشغل الطلبة اللي هو الموبايل أو التلفون، فكأن التلفون يعني يغطي عيون الطالب عشان يمنعه من المذاكرة. فشوية الكاريكاتير مضحك لكن في واقع، يعني نلاحظ أن الآن صار الموبايل هو أكثر شيء قاعد يشغل الطلبة عن مذاكراتهم. وإحنا بهالبرنامج هذا نتمنى يعني النجاح والتوفيق لطلبتنا وطالباتنا، وهذا ما يدفع يعني معظم الأمهات لإبعاد الموبايل عن أطفالهم خلال فترة امتحاناتهم. أستاذ فهد إذا كان لك تعليق. صحيح كلامك طبعا، وأشكرك أخي محمد على هذا الكاريكاتير الهادف صراحة حقيقة. وطبعا لا شك الأجهزة الذكية الآن سواء موبايلز أو آيبادز أو غيرها من الأجهزة الذكية لا شك تشغل الطلبة عن دراستهم، وبالتالي دور البيت الآن الوالدين أولياء الأمور بإبعاد هذه الأجهزة في فترة الاختبارات عن أبنائهم، وكذلك تهيئة الجو المناسب للدراسة، وبالتالي هناك هنقول عملية صفقة بينهم وبين الأولاد. يعني أنت تدرس بعدين في وقت الراحة أعطيك نوع من الترفيه ترجع تذاكر، فهي نوع من الترغيب. الترغيب بالضبط. نعم. ترغيب وتشجيع. نعم. إذا مشاهدينا بهذا الكاريكاتير وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من منشيت الصحافة. أشكر ضيفي المحلل السياسي الأستاذ فهد المسعود على تواجدي معنا، ورسام الكاريكاتير الأستاذ محمد ثلاب، والشكر موصول لكم على المتابعة. إلى اللقاء.